وبذكر الفن وبذكر البهجة والانبساط، احنا عندنا خبر عن واحد من الغالين على قلبنا واللي كانوا احد صناع البهجة، اصحاب الرصيد الكبير قوي في قلوبنا. كوميديان من نوع خاص جدا جدا، وشخص محبوب، انت هتشوف صورته وتقول الراجل ده غالي عليا، لكن احنا كمان عارفين انه في محنة صحية، فاحنا بنشارك محبي الفنان عبد الله مشرف. منذ ايام ودخل للمستشفى بسبب وعكة صحية وتعرض لجلطتين في ذراعه الأيسر. محتاجين نعرف تفاصيل أكتر عن حالة الفنان عبد الله مشرف من الأستاذ شريف عبد القادر زوج بنته. مساء الخير أستاذ شريف، وألف سلامة لأستاذ عبد الله. مساء النور على حضرتك، الله يسلم حضرتك. اولا حضرتك وصل السلام والامانه للراجل الغالي علينا كلنا الفنان عبد الله مشرف، انه يعني في الاف بيتمنوا له السلامه والصحه. هو فعلا، هو بس انا مش متواجد معاه، هو فعلا دلوقتي فاتح التلفزيون وسامع حضرتك وسامعنا يعني. طيب يعني وصلوا السلام والمحبه. انا بشكرك. لما وصلوا على الهواء دلوقتي انا بشكرك. استاذ شريف طمنا عليه وطمنا على صحته واخبار التعافي ايه؟ والله يعني الحمد لله نحمد ربنا. هو طبعا بقى له فتره كان بيشتكي من كتفه ومن الخلف. فاحنا طبعا بعت المصريين فاكرين اللي هو دور يعني برد مثلا من المروحه من التكييف وكده اهوت، وكان بيدهنوا اي حاجه للبرد ولا حاجه وكده اهوت، لحد لما فوجئنا في يوم اللي هو يعني ايديه كف في ايده الشمال دوت بيزرق وكده اهوت، ودراعه ساقع وابيض. حتى هو نفسه بقول له في حاجه، يقول لي لا ده هو ما فيش، ده بينمل بس شويه وخلاص. فطبعا الموضوع كلنا ما ريحناش كلنا، فاتصلت بالدكتور صديق لي يعني، فقال لي لا طبعا حاجه زي كده ما تسكتش عليها. فاتصلت رحنا على طول المستشفى، عملوا الاجراءات طبعا وعملوا دوبلر على كتفه، لقوا فعلا في الشريان الاساسي اللي مغذي الدراع الشمال دوت في انسداد، وعمل اشعه بالصبغه فوجدوا فعلا فيها جلطتين صغيرين، واحده صغيره وواحده كبيره. فطبعا حجزوه في المستشفى وعلى طول الدكاتره قاموا بالعلاج الفوري. أيوة. عشان طبعا ومتابعينه يعني، قعد حوالي 3 ايام في الرعايه والحمد لله لحد ما تعافى شويه، وبعد كده قعد 3 ايام برضه في الاوضه كمتابعه لحالته الصحيه العامه كلها يعني على بعضيها، ومتابعه انت عارف حضرتك موضوع الجلطات دوت طبعا عشان بالظبط ما يتابعوا عشان يطمنوا انه ما فيش اي جلطات اخرى وانه تمت السيطره على الوضع بالظبط. وهو الحمد لله دلوقتي تمام يعني، بس طبعا الدكاتره مانعين عنده اي انفعال اي حركه زياده، واحنا متابعينهم على طول بالتليفون يعني، على طول لو في اي تطورات بكلمهم في التليفون فبيقول لي زود الدواء قلل الدواء وهكذا، ماشيين معاهم يعني بالتليفون. لكن على الاقل الحاله تحت السيطره وهو بخير. الحمد لله تحت السيطره وهو زي الفل، وبيطمن جمهوره وبيطمن الناس كلها وبيشكر الناس كلها اللي سالت عليه طبعا. الاف الناس سالت عليه. وطبعا هو بيشكر جدا جدا الدكتور اشرف زكي ومدام نهال عمر، بصراحه من اول يوم ما سابونيش سواء تليفونيا او بالحضور لحد لما اطمنوا عليه ولحد لما اروح البيت. وهو دلوقتي في حاله الحمد لله بيتحسن يعني، يمكن وصلنا بنسبه 80%. وهو الحمد لله يعني زي الفل دلوقتي. انا بشكرك استاذ شريف. مش عايزين، مش عايزين يعني، هو الدكاتره طبعا مش عايزينه يتحرك كتير ولا ينزل ولا يروح ولا ينفعل ولا كده. لا هو يتحرك وينزل بالسلامه كده بعد ما يبقى زي الفل، ويجي ينورنا هنا في البرنامج ونحتفل بيه، بس ونحتفل بسلامته. الله يسلمك. ان شاء الله. لا ياخد كل وقته، وان شاء الله يبقى بالف خير وصحه. وتاني بنقول له بنحبك يا راجل يا طيب يا عظيم يا فنان، الفنان عبد الله مشرف بالف خير. بشكرك شكرا جزيلا استاذ شريف عبد القادر زوج ابنه الفنان عبد الله مشرف.